السلام عليكم. ما كنتش ناوي انني ندير فيديو على هذا الموضوع، ولكن السبب اللي خلاني انني نقدر نهضر عليه هو واحد الصديق ديالي اللي كنت كنتبادل معه اطراف الحديث، فاكتشفت انه كيظن ان بيم سو او هو بنك ديال الملك. ومن بعد ما صححت لي المعلومه بان لي بلي ما كانش كيعرف هذا السيد اللي غندويو عليه اليوم وما عمرو سمع به. هنا قررت أني ندير فيديو تدوي على هذا الشخص والقصة ديالو من البداية إلى الآن. لما نطول عليكم في الهضرة بزاف، أجي نشوفوا كيفاش قدر يولي أغنى رجل في المغرب وكيفاش ساهم في النمو الاقتصاد المغربي.